حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ثم قال والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا زكريا بن منظور حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء.
حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. قال أبو عبد الله بن ماجة أو كما قال: كتبته لفظا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها الناس، إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم، فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن يعلى السلمي حدثنا عمر بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مئة سنة صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا، وراه قال: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها. فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة ألف سنة، وتكتب له الحسنات، ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة، السنة 360 يوما، واليوم كألف سنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه السيف، وهو يقول: يا أيها الناس لن تراعوا، يردهم، ثم قال للفرس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال حماد: وحدثني ثابت أو غيره قال: كان فرسا لأبي طلحة يبطأ، فما سبق بعد ذلك اليوم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي أرطاك حدثنا الوليد حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنفرتم فانفروا. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان هو محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، ثم استيقظ يبتسم، فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: فدعا لها، ثم نام الثانية ففعل مثلها، ثم قالت مثل قولها، فأجابها مثل جوابه الأول. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان، فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركب فصرعتها فماتت. حدثنا هشام بن عمار حدثنا بقية عن معاوية بن يحيى عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، والذي يسدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري حدثنا قيس بن محمد الكندي حدثنا عفير بن معدان الشامي عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو داود وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا علي بن المنذر حدثنا إسحاق بن منصور كلهم عن قيس عن أبي حسين عن أبي صالح.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم والقسطنطينية. حدثنا إسماعيل بن أسد، حدثنا داود بن المحبر، أنبأنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب، على كل مصراع زوجة من الحور العين. حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي، حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا جريج، أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عبد الله بن ماجة: هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا المحاربي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير بن حازم بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا لأهل فارس قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله
فيصيبوا غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير، أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. قال سهيل: أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له أجر، ولو رعاها في مرج ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو سقاها من نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس، فذلك الذي هي عليه وزر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم، الأقرح، المحجل، الأرثم، طلق اليد اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت، على هذه الشيعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي، حدثنا أحمد بن يزيد بن روح الدارمي عن محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. حدثنا بشر بن آدم، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج، حدثنا سليمان بن موسى، حدثنا مالك بن يخامر، حدثنا معاذ بن جبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا ديلم بن غزوان، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة: يا نفسي ألا أراك تكرهين الجنة؟ أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: من أهري قدمه وعقر جواده. حدثنا بشر بن آدم وأحمد بن ثابت الجحدري قالا: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله
والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح، اللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ذئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا موسى بن إبراهيم الحزامي الأنصاري، سمعت طلحة بن خراش، سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية كلها. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا سألنا عن ذلك؟ فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فيقول: سلوني ما شئتم. قالوا: ربنا، وماذا نسأله ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وبشر بن آدم قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى، أنبأنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من الخرصة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة، يعني الحامل، والغرق والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد. قال سهيل: وأخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح، وزاد فيه: والغرق شهيد. حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد قالا: حدثنا مالك بن أنس حدثني الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. حدثنا هشام بن ثوار حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب قال: دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة، فغضب وقال: لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم من الذهب والفضة، ولكن الآنك والحديد والعلابي. قال أبو الحسن الخطان: العلابي العصب. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن الصلت عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي بن أبي طالب قال: كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا، فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له، فقال له علي: لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعل، فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة أنبأنا عبيد الله بن موسى عن أشعث بن سعيد عن عبد الله بن بشر عن أبي راشد عن علي قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: ما هذه؟ ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو، أصاب أو أخطأ،
فيعدل رقبة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمي 3 مرات. حدثنا حرملة بن يحيى المصري أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن المغيرة بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا وإذا راية سوداء فقلت من هذا؟ قالوا هذا عمرو بن العاص قدم من غزاة. حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض. حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي الناقد حدثنا يحيى بن إسحاق عن يزيد بن حيان سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مساور حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان الرقي أنبأنا علي بن عروة البارقي حدثنا يونس بن يزيد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال رأيت رجلا يسأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوته فقال له أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. حدثنا عباد بن الوليد حدثنا حبان بن هلال حدثنا ابن محيص عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أشخص السرايا يقول للشاخص: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك محمد الصنعاني، حدثنا أبو سلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأكثم بن الجون الخزاعي: يا أكثم، أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك. يا أكثم، خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت، من جاز معه النهر وما جاز معه إلا مؤمن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة، أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة قال: سمعت أبا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والسرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة، حدثني أبو فروة يزيد بن سنان، حدثني عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة الخشني قال: ولقيه وكلمه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت: يا رسول الله، أدور المشركين نطبخ فيها؟ قال: لا تطبخوا فيها. قلت: فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا. قال: فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن دينار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. حدثنا يحيى بن حكيم وحفص بن عمرو قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وحدثنا محمد بن إسماعيل، أنبأنا وكيع قالا: حدثنا سفيان عن أبي هاشم الرماني، قال أبو عبد الله هو يحيى بن الأسود عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم: لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله: إن الله يفعل ما يريد، في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، اختصموا في الحجج يوم بدر. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا أبو العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل فله السلب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: حدثنا الصعب بن جثامة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان، قال: هم منهم. حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع عن أكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا حتى إذا كان عند الصبح شنناها عليهم غارة، فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم 9 أو 7 أبيات. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له، فقال: ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل. ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال أبو بكر بن أبي شيبة: يخطئ الثوري فيه. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى، فقال: ائت أبنى صباحا ثم حرق. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، الآية. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وفيه يقول شاعرهم: فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع عن أكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي قال: غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع لها، فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: لله أبوك، هبها لي، فوهبتها له، فبعث بها ففادى بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذهبت فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمرو عن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من أشجع بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم،
فلما رأى ذلك قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال زيد: فالتمسوا في متاعه فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة يعني وبرة فجعل بين إصبعي، ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين أنبأنا رجاء بن أبي سلمة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء: فسمعت سليمان بن موسى يقول له: حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدءة الربع وحين قفل الثلث. فقال عمرو: أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول؟ حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال: سمعت عميرا مولى أبي اللحم. قال وكيع: كان لا يأكل اللحم. قال: غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا، وكنت أجره إذا تقلدته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو أسامة حدثني عطية بن الحارث أبو رؤوف الهمداني حدثني أبو العريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا
ولا تقتلوا وليدا، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حبان فقال: حدثني مسلم بن هيضم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. حدثنا محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلف قالا: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يأمهم فقيل: هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، فقال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت في من غزا معه، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبد الله وكانت فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وحدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن سليم، وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش قالا: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا، فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن عتاب مولى هرمز قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله: أعبد هو؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يفي له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم
كلما ذهب نبي خلفه نبي وأنه ليس كائن بعدي نبي فيكم. قالوا فما يكون يا رسول الله؟ قال تكون خلفاء فيكثروا. قالوا فكيف نصنع؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. حدثنا عمران بن موسى الليثي، حدثنا حماد بن زيد، أنبأنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن إني لا أصافح النساء. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر. حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب، فقالا: قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا.